مساء الخير. ضيفنا لليلة هو للرئيس المثالي لاتحاده. هو لاعب تايكواندو بنادي المولاسال، هو بطل لبنان لسنوات عديدة، هو أفضل لاعب بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بسنة 2002، هو حامل الميدالية الفضية بدورة الفرنكوفونية 2002، هو كابتن منتخب لبنان لفترة طويلة ومدير المنتخبات الوطنية لست سنوات. وصل لرئاسة الاتحاد مش بأي واسطة بل بالكفاءة وبهالمسيرة الطويلة. ضيفنا لليوم الدكتور حبيب ظريفي رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو. نحكي نحن وياه شوي عن هاللعبة وعن الوعود يلي أطلقها يوم انتخابه. أهلا وسهلا فيك. مرسي. بونسوار مسعودي. دكتور، بدي أرجع شوي لإعلان برنامجك الانتخابي قبل ما تربح الانتخابات بالتزكية. قلت أنه لعبة التايكواندو بلبنان قادرة تجيب ميدالية أولمبية، والهدف تبعك من هلأ لل 2020 هو ميدالية أولمبية. صحيح. وهيدا كلام كبير، يعني وعد كبير. إذا تحقق رح تعمل بطل، وإذا ما تحقق لا سمح الله رح ينتقدوك كتار. على صحيح. شو بنيت هالأقوال يلي وهالوعود يلي أطلقتها؟ الفيجن طبعاً نحن منحط عادة سقف عالي، وهذا شيء منه جديد علينا. لطالما كنا وقت كنا لاعبين، وقت كنا مدربين منتخب، كنا نحط دائما سقف عالي، وكنا تقريبا نسمع ذات الحكي يعني. وطبيعي دائما في ريسك، ما حدا بيقدر يقول ما في ريسك، بس اليوم اذا الواحد بفكر بالريسك ما بيقدر يطمح ويحقق. الميداليه بالالعاب الاولمبيه كمان منا بعيده عن اتحاد التايكواندو، لانه نحن قدرنا حققنا بال 2010 باللاعب ميشيل سماحة برونزية البطولة الأولمبية لليوث للناشئين. للناشئين صحيح. وتأهلنا بال 2012 باللاعب أندريا باولي للندن 2012 بالأولمبيكس، وربحنا أول دور وخسرنا على تاني دور، وكنا كتير قريبين. يعني اليوم الإنجازات للعبة التايكواندو منا غريبة عنا. في عدد كثير انجازات من ميداليات اسيويه، اكثر من 15 ميداليه اسيويه، من بيناتهم كوزيت بصبوص ذهبيه بطوله اسيا، الياس حداري، في ميشيل سماحه، عندنا كثير ميداليات. لتيسي عونا حاليا نقدر نحكي عنها بعد شوي. انا كنت دائما بعتقد انه نحن عندنا افانتاجات كثير بتحت تايكواندو باللعبه بلبنان بالتحديد. اهم افانتاج في اذا بدك نقاط قوه ونقاط ضعف. النقاط القوه تبعنا هي بالفنيات، يعني نحن عنا كثير قريبين. نحن نقاط الضعف عنا كانت بالمانجمنت، ما عم بحكي نقاط ضعف بس عم بحكي انه منا على مستوى الانجازات او الانجازات الفنيه اللي حققناها، على عم بحكي على خلال مرحلة طويلة. أكيد كتر خير ورؤساء الاتحاد السابقين كانوا عم يعملوا دور جبار ببلد صعب ينعمل فيه ميداليات، هيدا نحن بنعرف، بس نحن عنا إيمان بلبنان، وهذا الشيء أخذناه من نادينا نادي المولاسال قبل، من أستاذنا أستاذ باسم عاد، من مسيو أنتوان شارتيه رئيس نجوم الأولمبية، من أستاذ جهاد سلامة. كل اليوم المدربين الأولمبيين للبنان معظمهم عم بحكي، الحكام الأولمبيين اليوم كمان تخرجوا من هالمدرسة، وأكيد في كثير حكام دوليين من غير مدارس بلبنان. نحن اليوم جينا على الاتحاد، هيدي الإكسبرينس اللي جربناها على مدة 25 سنة بنادي المولاسال كأبطال لبنان، رح ناخد هالإكسبرينس ونحققها أنا وأمين السر مارك حربي اللي هو ابن كمان ابن النهج تبع باسم عاد، واستاذي استاذ باسم عاد، ومع استاذ جهاد سلامه والكل، رح نحققها على مستوى الوطن بالاتحاد. هيدي ذاتها الاكسبيرينس. بالنسبه لنا النوادي ما بقى موجودين، صار اليوم في الاتحاد وفي الوطن. مشان هيك لانه قدرنا نحققنا قبل بالافانتاجات اللي عنا اياهم، رح ناخذ هالافانتاجات ونقويها، ونقاط الضعف رح نشتغل كلنا عليها، وهيدي مسؤوليه كل لجان الاتحاد واشخاص اهل اللعبه يلي كانوا ناطرين، مش حبيب ظريفه، كانوا ناطرين الهيئه الاداريه الحاليه، لانه الهيئه الاداريه الحاليه فعلا اكسبسيونال. وانا دائما عم بقول انه ما في شيء بحسه مستحيل معهم، لانه كمان اشخاص ابطال باللعبه، اشخاص حكام دوليين ومخضرمين بالاداره،
البعض منهم، والبعض منهم عندهم بالفنيات كتير على مستوى عالي، وكلنا في انسجام تام. تعشقوا هاللعبة. صحيح، وكلنا بنيفال بالنهاية، يعني بنيفال، وبدنا أنه نوصل نعمل بصمة بداخل الرياضة اللبنانية مش بس بالتايكوندو. قلت شغلة بدي أوضحها، أنه ما بقى في أندية، أنت بتقصد أنه الأندية لا نادينا نوادينا. صحيح، نسيت ناديك، هلأ صرت لكل النوادي بلبنان، لكل اللعيبة، مش أنا بس، كل الأشخاص. نعم. الاتحاد كله هيك بفكر، وخاصة فريق باسم عاد يلي هو موجود بعدة نوادي، بالنسبة له ما بقى في انترجيمين، يعني ما بقى في شيء، صارنا هيدي الاكسبيرينس لحقها، اهتمام بطل بالنوادي صار بلبنان والاتحاد 100%. بينحكى كتير انه هالفيجن اللي حكيت عنها بدها مال، وبدون مال ما في ميداليات اولمبية، والميل بلبنان انت بتعرف استلمت الاتحاد مديون ولا في مصاري ولا على القد؟ وضع مقبول. وضع مقبول. صحيح. بس هالوضع المقبول ما بيخليك تحقق سفره واحده بس للمنتخب. فكيف بدكم تخلقوا؟ مش عد طموحات اللي عم نحكي فيها اكيد. نعم. يعني بس كيف بدكم تخلقوا مدخول لحتى توصلوا على الالعاب الاولمبيه؟ مش نوصل على الالعاب الاولمبيه، سبق ووصلنا مثل ما قلت. صحيح. بدنا ميداليه. صحيح. هذا الشيء اكيد في كثير عالم بيسالوا التمويل كيف. نحن عندنا كمان شغله اساسيه اللبنانيه، انه عندنا افكارنا هي اللي بتوصلنا، وللاسف ببعض الاماكن ما عم نفكر، ما عم ننتكل على افكارنا، عم ننتكل على الطريقه التقليديه لاداره الاتحادات او الرياضه. شو أو يعني الطريقه التقليديه؟ الطريقه التقليديه بروح فتش على سبونسرز. اوكي، هذه طريقة تقليدية كل العالم بيعمل، بكل الاتحادات كل العالم يعني. نحن عم ناخد شيء طريقة كليا غير، وهذا شيء أعلنته مبارحة بمؤتمر الصحفي. نحن لأول مرة بكل تواضع بلبنان بنقول في أشياء كثيرة لأول مرة رح تصير هي باتحاد التايكوندو. اتحاد التايكوندو اليوم هو رح يعمل أوتو فينانسمو، يعني هو بمول حاله من أهل اللعبة. الفكرة اجت من شخص هو رئيس لجنة الاي تي والتكنولوجي بالاتحاد التايكوندو، مسيو جان صليبا. عندنا كمان رح نحكي عن لجان وقديش الكواليفايد وقديش هاي، اعلنتم كلهم هلا بنحكي بالتفاصيل. الفكره اجت منه هو، ونحن اكيد تبنيناها وطورناها كهيئه اداريه بالاتحاد. هو فكره كل اللاعبين عندهم بطاقات، وهالبطاقه بكون مكتوب عليها سانتور جون، حزام اصفر، حزام اسود، كل الكوردوني تبع كل الكوردوني، وخاصه انه نحن عندنا 13000 منتسب بالتايكوندو بين حكام. في 13000 منتسب لعائله التايكوندو. صحيح، هلا مش كلهم اكتف يعني. بس طبيعي، بس انه ايه في عندنا 13000، هيدا اللي مبلشين منه. يلي هو هيدا تركوا لنا الاتحادات السابقين طبعنا اسيتس كثير مهمه تنقلع منها، هيدا شيء كثير مهم. لكن هالبطاقات رح يصيروا من قبل شركة سي اس سي يلي هي بانك، هي بتعمل كريدت كارد او تمويل اذا بدي اوصفها بطريقة سامبل، يعني لفوق 18 سنة رح يكون كريدت كارد، لتحت 18 سنة رح يكون ديبت كارد. وهدول الكريدت كارد مش بحاجة لواحد يكون عنده حساب بالبنك تيكونوا عنده، هو دايركتلي يعني كونكتد لهيدي الشركة. كل شخص بده يصير في ترانزاكشن بده يصرف من خلال هالديبت كارد او الكريدت كارد، رح بيكون في 1% كوميشن للاتحاد اللبناني. بس انت فيك تجبر هاللعيبه وهالحكام انه يكون عندهم هيدي الكارد؟ هون هيدا الشيء اللي حكيته امبارح بمؤتمر الصحفي. اليوم اهل اللعبه مش رئيس الاتحاد هو مسؤول عن نجاح الاتحاد، اكيد في ليدرشيب، في فيجن، في كل شيء. اهل اللعبه هن اللي بنشحوا اليوم التايكوندو، او هن ما بنشحوها، وهن اللي بمولوا الاتحاد وهن ما بمولوه. ما بيقدر اليوم رئيس نادي او اي شخص يقول الاتحاد ما عم بيدعم لي اللاعبين تبعي، ما بيقدر يقول هيك. بده اول شيء يشوف هو واللاعبين تبعه واهالي اللاعبين واشخاص ما خصهم بالتايكوندو، ممكن يكونوا اداريين، هن كمان بيقدروا يستعملوا هذا الشيء. هل يا ترى هذا الشيء عم بيدعموا الاتحاد، عم بيدعموا صندوق الاتحاد يلي عم مولوا المنتخباتهم؟ يعني اليوم انا هيدا السؤال الحقيقي، وانا اكيد وعندي كامل الثقه انه الانديه ناطرين هيدي الفكره. كل اهل التايكوندو اليوم معروفين انه كثير كان عندهم شغف صوب اللعبه بظروف كثير متعبه، مرقت علينا حروبات بلبنان من حرب تموز وغيره، وكنا عم نشارك بالايجن جيمز نحن بقطر، وكنا عم نتمرن كمنتخب، وكل العالم كانت عم بتساعد من مدربين وحكام. اليوم اهل اللعبه ناطرين كانوا خطه عمل، نحن عاطين كل وقتنا لهيدي الخطه. الشيء اللي بحب كمان اذكره هيك
هون باسان يعني بهذا الموضوع انه اليوم كمان الاشخاص اللي حاملين هالبطايات اكيد لاعبين كان صغار او ناشئين او كبار رح بيكون عندهم انشورنس هن عم بيلعبوا الفايتات وهذا الشيء كمان نحن عم نشيل عن النوادي هيدا العبء او هيدا يعني قبل كان النادي يعمل انشورنس او تامين على لعيبته للاصابات هلا صار اوتوماتيك ما في بمجرد ما يكون معه اكيد عم بيلعب بقلب البطولات هيدا راح بيكون عنده انشورنس اللاعبين اكيد في نوادي ما كانوا يقدروا اليوم نحن كان في الاهل عم بيتكفلوا بهذا الموضوع او النادي او الاتحاد اتيت بيرسونيل يعني يدعم بعض اللاعبين بس انه اليوم لا صارت هذا الشيء موجود. طيب هل ال1% اللي بده يطلع لكم من هالعمليه كلها سوا كافي لتمويل اتحاد تيكواندو؟ منه كافي اكيد بس على القليله بيقدر يساعد بنسبه عاليه. اليوم هذا الشيء اللي عم جرب اعمله انا مش منه ليوم ويومين، هذا اللي عم جرب اعمله هو خطه 4 سنين انا رح اخلصها بسنه لانه ما بحس حالي انه بقدر انطر 4 سنين ورح توصلك لهدفك برايك؟ اذا مش انا اكيد انه رح نوصل لهدف كثير عالي، بس انا عم بعمل سيستم انه بشكل انه اذا تغير رئيس اتحاد او تغير امين سر او راح اتحاد واجى اتحاد ثاني الاتحاد بضله ماشي وبضله يكبر والتمويل بضله يكبر لو اي شخص كان او عم بخلق سيستم منه اندبندون من الاشخاص اللي هو سيستم البروتوكولات بروتوكولز يعني كل شخص بيعرف شو شغله شو الجوب ديسكريبشن تبعه له باي لجنه رئيس لجنه عنده صلاحيه بيكون مش بس رئيس لجنه بس ليكون رئيس لجنه وبيقدر هو يدير لجنته مزبوط وبكون عنده بروجرام يمشي عليه مثل ما انا عندي بروجرام يمشي عليه واذا ما حققه بده الاتحاد يساله انت قدمت هذا البروجرام مش ضروري يحاسبه بس انه اليوم لانه المحاسبه نحن برجع باكد انه نحن بينيفول يعني نحن متطوعين اليوم للعمل الاداري والفني كلنا الاتحاد بيقدر يحاسب وهذا الشيء اللي بنطمح له بعدين لما يصير هو عم بيقدر يتكفل بأتعاب مدربين أتعاب حكام اليوم مدربيننا قبل كانوا يسافروا أحسابهم ببعض الأحيان يدفعوا عن اللاعبين حتى الاتحاد بيقدر يحاسب لما بقوم بواجباته على أكمل وجه نحن رح نقوم بواجباتنا على أكمل وجه بنضبح بالمستقبل أنه نقدر نوصل لهذا الشيء البروفيسيوناليزم يصير مدرب منتخب يعني بيتقدم معاش مش انه طيب امبارح كمان كرمتوا البعثه اللي شاركت ببطوله العالم واحرزت فيها ليتيسيا عون ميداليه برونزيه للبنان صحيح شو الهدف من وراء التكريم؟ هل خلق ديناميه جديده بالاتحاد انه الاتحاد عم بيكرم ابطاله واللعيبه اللي عم بيشاركوا باسم لبنان ولا لها هدف ثاني؟ هو اول هدف هو اول شيء نحن عم نكرم كل البعثه حتى لو شخص واحد بالبعثه جاب ميداليه لانه هيدا الشيء نحن باعتقادنا لو لعبتنا لعبه فرديه وامل لبنان بالالعاب الفرديه هي يمكن نحكيها بوقت اخر يعني شو الرؤيه تبعي بهذا الموضوع هيدا الشيء بعزز التيم سبيريت بالفريق كله بالمنتخب روح كله الفريق. روح الفريق وبيعزز هالتلاحم مع بين كل الانديه لانه اليوم المنتخب مؤلف من عده انديه الشغله الثانيه اقل شيء نعمله للاعبين هيدا الشيء ولابطالنا لانه برجع بقول في نحن لاعبين عم يدفعوا عن حالهم يعني اهلهم عم يدفعوا عنهم الناشئين عم بيتركوا مدرستهم ويروحوا ولما بيرجعوا عم بيرجعوا ينضغطوا كثير تيرجعوا يعودوا درسهم ان كان بالتمرين او بالدرس يعني ما عندهم اي مقابل وكرمال شو كرمال مين كرمال بس الميداليه للوطن لانه نمينا هذا النهج فيه وقت ما كنا مدربين منتخب يلي اخذناه من اساتذتنا نمينا لهم هذا الشيء فيه هذا هو العمل البنيفول بس انا سؤالي لكل الرياضه بلبنان اليوم نحن شو بدنا من الرياضه وعندنا امل انه مثلا بالرياضه بلبنان ولا بس نحن عم نشتغل رياضه لا نحن بالتايكوندو مش بس عم نشتغل رياضه او جينا رؤساء اتحادات ومنصر واعضاء لجنه اداريه تنكون انه لا نحن جايين مش نشتغل جايين نعمل اكزامبلير اذا نجح على القليل عم نشتغل بطريقه غير تقليديه اذا نجح هيدا رح نفيد الكل فيه واذا فشلنا ما رح نكون يعني ما رح نكون رح نكون اكيد احسن من قبل يعني نحن الفشل مش خسرانين شيء يعني رح نكون احسن أكيد من قبل لانه نحن مش ممكن واحد يفشل بكل سيستمه خاصه انه نحن كمان في عنا عده اشخاص يعني التمويل موجود اليوم بالاتحاد اليوم
نحن عم نجيب سيستمات من برا لأحدث جهاز تحكيمي بالعالم يلي هو موجود بالأولمبيكس. هذا الشيء اللي عرضته بمؤتمر الصحفي السابق قبل نعم. في كتير أمور حكيناها عم نحققها. طيب رح أحكي عن موضوع البروتوكول مع السفارة الكورية، ونحن عم نحكي رح نشوف مشاهد من زيارة السفير الكوري والأنصل لنادي المولا سال، كنت موجود، كان أستاذ جهاد سلامي موجود. هذا البروتوكول شو بنص؟ شو بتكون تعملوا؟ يعني كوريا رح تستضيف لاعبين لبنانيين ولا رح تساعد ماديا ولا رح تساعد فنيا؟ فنيا يمكن مش بحاجة أنتم. فنيا مش بحاجة. شو نحن عم نشوف المشاهد هلا، قل لي شو بنص هذا البروتوكول؟ بالأساس الصورة اللي أعطيناها، يعني الحمد لله الصورة اللي أعطيناها للإعلام الصحافي والرياضي بلبنان أنه عن الاتحاد القوي يلي كان السلوغون طبعاً امبارحة، هيدا الشيء خلى السفارة الكورية يكون عندها نظرة أو لفتة تجاه الاتحاد تايكوندو. ومن أول اجتماعنا مع السفارة الكورية أكيد حكينا بتفاصيل البروتوكول. هون عم نشوف السفير والأنصل الكوري بزيارتهم لنادي المولا سال، لأنه هن حبوا يزوروا نادي بالتحديد ويشوفوا تدريب المنتخب، وخاصة المنتخب اللي كان ببعثة كندا. وهذا الشيء اليوم صار فيه من بعد هذه الزيارة، خاصة السفير كان عنده اهتمام كتير كبير وكان متفاجئ كتير بالعدد اللاعبين اللي كان موجود عنا والبروفيسيوناليسم طبعاً، طريقة تدريبهم. هذا تمرين نادي المولا سال ولا المنتخب الوطني؟ لا، هيدا المنتخب الوطني اللي كان مشارك ببعثة كندا موجود مع عدة نوادي كانوا عم يتمرنوا معه. أوكي. الأنصل والسفير تنينتون، بحب أقول أن السفير كمان أنسيان تايكواندو، يعني لاعب تايكواندو قديم، لاعب تايكواندو قديم، يعني بيعرف إكزاكتلي شو عم بيعملوا اللاعبين. واتفقنا مع السفير على عدة نقاط بهالبروتوكول. بأهم النقاط اليوم عنا نحن، أول الديزافانتاج طبعاً، نقاط الضعف. نقاط الضعف طبعاً هي المشاركات المستمرة. يعني اليوم اتحاد تايكواندو بده يبعث لاعبين وما بيقدر يبعثهم بالسنة مرة يشاركوا برا، مجبور يضلوا في كونتينيتات طبيعي. هذا شيء رح يتأمن من بمخيمات تدريبية مع الدولة الكورية لكل منتخباتنا، مش بس للسينيورز، يعني صغار وناشئين وكبار. رح بيكون في عنا بروتوكولات، مخيمات تدريبية على مستوى الفايتس، يعني مبارزات بكوريا. الشغلة الثانية، رح يكون في عنا كونفرنسيه سبيكرز انترناشنال، محاضرين دوليين رح يجيبوا من خلال السفارة الكورية، رح يجوا على لبنان تيعطوا سيمينرز لحكامنا لمدربينا، مع انه نحن مش بحاجة، بس دايما الابديتنج مهم. ليه مش بحاجة لحكامنا الدوليين؟ نحن بحاجة لحكامنا اللي بدهم يطلعوا جداد ونكبر القاعدة. لانه اليوم الشيء اللي بحب ركز عليه انه الحكامنا الدوليين ومدربينا الدوليين هن من اقوى حكام ومدربين بالعالم. والبرهان على هذا الشيء هي انه نائبة رئيس لجنة الحكام الدولية ماتر جولي ديب هي من اهم الحكام بالعالم، طلعت بست رفري على مدة سنتين بالعالم، هي رئيس لجنة الحكام اللبنانية. كمان عنا الكوتشية كوزيت بصبوص، مدربين، ورالف حرب، هن مدربين أولمبيين شاركوا بالأولمبيكس. يعني اليوم نحن هيدا نقاط قوة. نحن شو بهمنا؟ بهمنا القاعدة طبعنا يعلى مستويها أكثر، يعني من حكامنا الجداد، المدربيننا الجداد، بده يصير في دورات للمدربين، دورات. قديش بتعولوا على هيدا البروتوكول؟ بصراحة يفيد اللعبة بلبنان. قديش النسبة مئوية دكتور؟ هلا بصراحة هيدا الشيء يعني بقدر أقول إنه 25%، أنا بقول إنه من 25 لـ 75% منقدر نستفيد من البروتوكول. تنقل اللعبة من ميلة لميلة؟ أكيد، على شرط انه الاتحاد يقوم بواجباته بهذا الموضوع، يواكب هذا الشيء. صحيح. أوكي. ورح نواكب هذا الشيء. طيب. يعني انا ما بحط المسؤوليه على السفاره الكوريه بهذا الموضوع، بحط المسؤوليه على الاتحاد اللبناني وعلى اهل اللعبه، لانه باي شيء عم بيصير كل اهل اللعبه مسؤولين. اليوم نحن النهار سبت الجاي واحد الجاي في ايفنت بلبنان كثير مهم على مستوى دولي، هو نحن في رئيس لجنه الحكام الدوليه ماتر شاكير شالبوت، هو رح يكون موجود يعطي كونفرنس سيمينار تو دايز كورس يومين
لحكام الدوليين طبعا ولا الحكام ابديتنج للحكام الدوليين أوكي. وحكام جديد خرجنا جديد رئيس لجنه الحكام العالميه نحن دعيناه رئيس لجنه الحكام بالاتحاد الدولي بالاتحاد الدولي رح يجي تيعمل تو ديستور تيعلي مستوى تحكيم الحكام الجداد دجا حكامنا الدوليين هن كثير قوايا بس هن دائما بيعملوا ابديتنج وهذا الابديتنج هو موجود اليوم رح يكون بس نحن بهمنا مشان الحكام الجداد لما اول حكام جديد ونكبر قاعده الحكام بصير في عنا اليوم نسبة درجة عالية من الفير بلاي من الفير بلاي وهيك ساعتها لأنه كمان فتحنا اللعبة أنه صار كل مش بس كل نادي بحق هلأ رح نحكي عن هيدا الموضوع بس اللي عم بفهمه منك بأول جزء أنه عم بتحاولوا تنقلوا اللعبة من مكان إلى مكان آخر عبر بروتوكول مع السفارة الكورية مع الدولة صحيح. الكورية وعبر مواكبة محترفة من أعضاء الاتحاد كلهم سوا صحيح هيدا الفكرة صحيح. نحن مشاهدينا رح نتوقف مع أول بريك بحلقة اليوم من ريبلاي ونرجع بعدها لرئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفي نرجع مشاهدينا للجزء الثاني من ريبلاي لليلة المخصص للعبة التايكواندو مع رئيس الاتحاد دكتور حبيب ظريفي دكتور حطيتنا شوي بالفكرة اللي بدكن إياها عن لعبة التايكواندو تعطوها للناس لكن في بعض الأمور يلي دايما بيكون في أسئلة عليها ودايما اللبناني حشري بطبعه يعني وقت اللي وعدت بميدالية أولمبية صرنا نسأل بعضنا نحن الصحفيين الرياضيين أنه تنطلع بطل أولمبي لازم يكون عنا 10 أو 15 خامي وهذا الشيء ما عم نشوفه بلبنان مش بس بالتايكواندو التايكواندو حققت نتائج مميزة بتاريخ لبنان يمكن هي النتائج الأفضل على الصعيد الفردي بتاريخ الرياضة اللبنانية لكن عنا كمية لاعبين ولاعبات ممكن يطلع منهم هالبطل الأولمبي المنتظر هلا هيدي اكيد ديمارش يعني متعدده الاوجه تنقدر نوصل لهذا الموضوع اول شيء الشيء اللي عملته انه فتحنا اللعبه اي معنى يعني قبل كان كل نادي بنزل لاعب واحد على كل وزن ببطوله لبنان وبيلعب لاعب بطوله لبنان وبيرجع بينطر سنه تيلعب بطوله ثانيه اليوم تغير هذا الشيء واخذنا قرار الجمعة الماضية بالهيئة الإدارية اول شيء كل نادي بحق له ينزل عدة لاعبين على ذات الوزن هذا الشيء بيعمل بوستينج لكل اللعبة يعني اليوم بدل ما تكون في افترضنا 100 لاعب بالبطولة بصير في 1000 لاعب ممكن يعني لانه كل نادي عنده عدة اوزان وكل وزن في عنده عدة لاعبين وبدل ما ينزل بعدة لاعبين ببطولة لبنان بصير يصفيهم بالنادي عنده إذا قدر يصفيهم بيختار واحد ينزله وبده ينطر سنة اللاعب شو بصير؟ بصير البقايا اللي ناطرين أصحابه عم بيزهقوا بفلوا افترضنا أو بيزهقوا أو ما بيعلى مستواهم إذا بقيوا اليوم لا تغير هذا الموضوع اليوم صار كل نادي بيقدر يحق له ينزل أكثر من لاعب على الوزن شغلة تانية والأهم بقول أنه من أول يعني من أول مرات أو من المرات القليلة اللي الاتحاد بنزل من أول السنة الكالندرية تبع كل السنة تبع البطولات يعني صار يعني اللاعب والنادي بيعرف عنده بطولة بيتحضر أنت عنده بطولة بيتحضر لها لأنه بنعرف أنه في تحضير للمدربين بحضروا اللاعبين ولأنه نحن كنا مدربين كمان بحضروا أوف سيزون وأون سيزون يعني بيعرف في تحضير معين للبطولة أكيد. وفي تحضير معين برات البطولة الشغلة الثانية ما بقى في شيء اسمه بطولة لبنان كل سنة مرة اليوم بطولة لبنان صار في شيء يمكن اسمه تيتر بطولة لبنان بس في 4 بطولات للسينيورز خلال سنة واحدة بيلعبوا 4 مرات وبيجيبوا نقط وكل ليج يعني رح يصير دوري والنقط بالاخر بيحتسبوا بينعمل مين بطل لبنان لهذا الوزن يعني ما بقى بيقدر بطل يعني صار لبنان. عنده شانس اذا خسر بمرحله معينه صحيح. يعود بالثاني والثالث والرابع 100% وغير هيك صار اللاعبين كلهم عم يحتكوا مع بعض بنسبه كثير عاليه صحيح. صار اللاعب يحتك مع اشخاص بالنادي عنده مع اشخاص من غير نوادي غير هيك كمان هيدي بتزيد اللحمه بين اللاعبين المنتخب والنوادي يعني ببطل في نادي ضد نادي بصير المنتخب مؤلف من كل لاعبين لبنان يعني هيدي قسم من هذا الشيء في قسم تاني كثير أساسي وعم شدد عليه وهيدي أحدى العقيدة أو العقيدة طبعاً هيدي العقيدة طبعاً العقيدة طبعاً أنه التايكواندو منه سبور بس التايكواندو بالنسبة لنا هو إذا بدك
طريق من الطرق يلي بتخلص وطننا على المستوى كل شيء سياسي وغير سياسي. إذا منقدر نربطها مع الإدوكيشن يعني يلي هي التعليم، تربية والتعليم العائلة تبعنا، إذا منقدر نربط ومنقدر نستفيد من الشيء اللي بقدمه التايكواندو للولاد للناشئين للأدوليس كل العالم للكبار للصغار من مبادئ كيف يمشوا عليها، ونقدر نعليلهم مستوى التعليم عندهم للاعبين كلهم. يعني نحن اليوم ولا لاعب تايكواندو بيجي ممنوع يفوت على التايكواندو إذا مش جايب علامات منيحة بالمدرسة مثلا، إذا مقصر بدرس، إذا مقصر بالمدرسة. إذا منقدر نربط هيدول الاثنين منقدر نطلع على مستوى من إنسان عادي لمواطن حقيقي. وهذا الشيء حكيته امبارح بمؤتمر الصحافة، بيصير في خامات اللي عم نحكي عنه، بيصير في خامات لأنه نحن كمان عم نألف. إذا 10 أشخاص عم بأس أو 100 شخص يلي هن النخبة تبع التايكواندو بين مدربين ولاعبين وحكام، إذا بيقدروا يأثروا على 10 على حياة 10 أشخاص بسنة بصيروا 1000 بعد سنة، وبصيروا 10000 بعد سنتين، وبصيروا 100000. كيف إذا كانوا 13000؟ كيف إذا كانوا 13000؟ بس أنا رح انتقل على 100 شخص هيدول النخبة يلي هن بعد 6 سنين أو 7 سنين بيقدروا يوصلوا لنسبة عالية بلبنان بيعملوا تايكواندو. أنت دكتور بمسيرتك كبطل لبنان، بطل فرانكوفوني، ميدالية فضية، أفضل لاعب بالمتوسط، قدي أثرت على لاعبي تايكواندو أو قدي كوزات أو قدي أكيد. نحن بصراحة يعني ونحن كنا عم نشتغل على مستوى نادي اليوم قد ما يكون النادي مش مثل ما يكون عم يشتغل واحد على مستوى طبعًا. وطن يعني نحن قدرنا أثرنا يعني بعدد كثير كبير على اليوم لاعبيننا كلهم مدراء شركات، تلاميذنا انترناشنال سي اي اوز كل يعني هيدا النهج اللي هو نهج أنطوان شارتيه، نهج أستاذ جهاد سلامة، العلم والرياضة، العلم والرياضة. وبكل تواضع بقول أنه المثل أنه أنا كنت واحد من هيدول، أقل واحد من هيدول الأشخاص يلي قدرت بوجودي بالتايكواندو قدرت ربط بين أنه مهنتي وعلمي وبين أنه كنت أتمرن كل يوم أنا وكنت أقدر أحقق نتائج كل يوم. وبرجع بقول أنه أنا فترات طويلة وغيب فترات طويلة وبرجع بقول أنه أنا أقل واحد من هدول الأشخاص. يعني قدي مهم أنه لاعب تايكواندو تدرج بكل هاي المراحل يوصل لقيادة اللعبة، قدي بتفيد هاللاعبين الطالعين وقدي بتفيد اللاعبين الملوعين من أنه خلينا نقولها مثل ما هي، في اتحادات قطعت مش بس بالتايكواندو بكل الألعاب ما بيهتموا إلا أنه نقعد على الكرسي وما توخذني بحط السيجار وأنا رئيس اتحاد. هلأ هذا الشيء برجع بقول أنه كمان النهج بأثر، العقيدة بتأثر. اليوم التايكواندو هي مارشال آرس بالأساس، يعني مارشال آرس يعني فن إيطالي، بس مش معناتها أنه يعني مش معناتها هي سبوردو كومبا. سبوردو كومبا هي شقفة من المارشال آرس. المارشال آرس هي، وهذا الشيء اللي منمرقه للأولاد اليوم داربين التايكواندو كلهم على مستوى عالي من التعليم وبمرقه بكل لبنان، ذات النهج، نهج المارشال آرس يلي هو انه اللاعب والولد بده ينمي مبادئ من هو صغير، انه شو بيسوء اعمل شو ما بيسوء اعمل وبمشي على مبدأه وما بزيح لو شو ما كان. هيدول منفوت لهم اياهم براسهم للأولاد. بقى النهج هيدا بأثر كتير، واللعبة بتأثر. اليوم اللعبة مبنية على الديسيبلين، على النظام، على المبادئ، على اللعبة سامية، بتساعد كتير. وهيدا الشيء اللي عم نجرب نربطه مع التعليم نحن. وهذا الشيء اللي بيختلف عن غير ألعاب، مع احترامنا لكل الألعاب، بس اليوم أنا بقول بكل ثقة وهيدا سلوغان أخده على عاتقي وبقول للأهالي بلبنان، لأنه بعرف أنا عندي أولاد وبعرف، لكل الأهالي إذا بتكون تربح أولادكم وجهون على الرياضة، إذا بتكون تربح أولادكم أكتر أنتربيمية وجهون على التايكواندو. طيب دكتور زريفي، شكلت أعلنت عن لجين، وكان البارز يلي سمعني أنه في بعض أعضاء اللجين ورؤساء اللجين من نوادي كانت معارضة للاتحاد، شو السبب؟ صحيح. هلأ نحن بالأساس من أول يوم جينا كان في بعض الأندية يلي هن كانوا أندية أخذوا قرار أنه يطلعوا من الاتحاد ويألفوا أندية شعبية. هو بالحقيقة هو يعني هن تقريبا 4 أو 5